كنتش يعني كان في ساعات دوبلير يجيبوه حاجه كده لان انا مش احمد السقا اللي من البدايه كده يا جماعه انا مش احمد السقا. تمام. والتعاون كمان بقى مع علي البارودي تعامل بينكم؟ لا تاني في السينما تاني صح؟ الفيل في المنديل وبعدين كان في شقاعات طلع بقى عمر وريم ما انا فوجئت بالحكايه دي لقيت ونقينا كمان بسبوسه وتورته حاجات جايه فخلاص يعني اكدتوا الموضوع. بص ريم دي شخصيه مش موجوده في التاريخ بجد والله العظيم. في مثلا دايما الرجاله يقولوا لي يقول لك البت دي راجل مش راجل في شكلها راجل في تصرفاتها جدع جدا يعني وكريمه ولذيذه وكل حاجه. فمن كتر ما عمر كان بيجي معايا التصوير بقوا اصدقاء جدا فتصوروا مع بعض في بعد المحنه بتاعت احمد سعد فطلعت الاقاويل فضحكت انا جدا انا ضحكت جدا وهي ضحكت وبعدين جبت عمر وقلت له تعالى انت في حاجه تشكيت فينك في حاجه بينك وبين ريم؟ قال لي والله العظيم اقسم بالله ابدا اقسم بالله ما بنيتش قال لي احنا الفرق بيننا السن كبير عمر يعني رغم انه بسم الله ما شاء الله عنده 26 سنه فقال لي لا احنا تو بس سيبني انا اكذبها لك بقى بطريقتي نزلت حضرتك صور بنصور في اسكندريه فقاعدين فطلع 100 جنيه بدالها فتصورنا فرحت منزل صوره على الفيسبوك كاتب ده مهر ريم البارودي تمام ده انت بتاكد وانا كمان هتجوزها فيبقى انا وابني هنتجوز واحده بقى الموضوع اصلا كله تهريج ومع ذلك جات لي تهاني ومباركات بالجواز ده اكتر من اللي جات لي يوم جوازي الحقيقي والله العظيم تلاتة ومبروك ويا رب تعيشوا في سلام مع بعض ويا رب حاجة عجيب رحب بيكي في صدى البلد بنقول لك مسلسل الشقة من حق الجوز بن